بالنسبة لصلاة التطوع وصلاة الضحى وصلاة الليل، هل يشترط تجديد الوضوء لها؟ كل ما جدد الوضوء، إذا صلى بالوضوء فالأفضل أن يجدده في الصلاة الثانية، وإن صلى بالوضوء الواحد عدة صلوات فله ذلك ما لم ينتقل وضوءه. له أن يصلي بالوضوء الفرائض والنوافل كثيرة أو قليلة ما لم ينتقل وضوءه، وإنما يستحب تجديد الوضوء إذا صلى به وأراد أن يصلي مرة ثانية، هذا من باب المستحب لا من باب الواجب.